طيب احنا كنا جايين رايحين على الفرن عشان نشوف الناس في الفرن ايه، وهنخلص ونلتقي مع العاملين في الخدمات اللي هنا. واحنا ماشيين كده لقينا في مجموعه اطفال جميله شغاله وبتلعب زيهم بالظبط زي اي حد تاني، فانا مبسوط ان انا شفتهم يعني بجد يعني. أيوه. انت عامله ايه؟ كويسه. اسمك ايه؟ اسيل. اسيل ايه؟ اسيل احمد ابراهيم عبد امين. اسيل احمد ابراهيم. ها كل ده اسم؟ أحمد إبراهيم عبد الله أمين. طيب يا حبيبي أنت مبسوطة هنا؟ مبسوطة؟ بجد؟ طيب عايزة تعملي إيه تاني؟ يعني أنت بتلعبي كورة وبتلعبي كده في الزرع، بتلعبي عايزة تعملي إيه تاني؟ بلعب كورة. بتلعبي كورة، أنت منين؟ من هنا من اسكندرية ولا من مصر؟ ولا من القاهرة؟ لا من مصر. أنت من القاهرة؟ جيتوا إمتى؟ جينا من هنا. من هنا؟ جيتوا إمتى؟ بقالكوا أسبوع؟ شوية كده وماشيين. يعني انتوا بقالكوا كام يوم هنا؟ صح؟ ده سوق. ده بيتنا. ده بيتكوا؟ طب ما تشاوريش، ده بيتكوا يعني. طيب ماشي. ماما وبابا هنا؟ طب شاوري لهم كده؟ بابا في الصبح وماما معايا. طب شاوري لماما كده قولي لها باي باي. باي باي. باي باي، هي شاورت لك، هي بتصور. انت اختها؟ ايوه. اختها؟ اسمك ايه؟ سارة احمد ابراهيم عدوزة امين. تمام، انت شكل بعض على فكره ما شاء الله. سنه كام يا سار؟ 8. جيتوا هنا امتى؟ اليوم السبت. يوم السبت. مبسوطين من القعده هنا يا سار؟ ايوه مبسوطين. بتنزلوا بالليل وبتلعبوا بالنهار؟ ايوه. ولما بتعوزوا حاجه بتلاقوها احنا هنا؟ احنا مش بنلعب بالنهار، احنا بنلعب بالليل عشان الشمس. عشان الشمس. طب ما انتوا جينا لقيناكم بالنهار اهو. عشان ما كانوا نازلين، احنا بنحب النازلين بس لو احنا بنلعب معاهم. المهم ان انتوا مبسوطين؟ ايوه. ايوه. يا لهوي على بيلعبوا في الجاردن دي، بيلعبوا في الجاردن. زياد؟ اسمك زياد صح؟ زياد ايه؟ زياد محمد. ازيك يا زياد؟ عامل ايه؟ كويس؟ مبسوط؟ ايوه. احنا جينا هناك برضه بتلعب، بتلعب ليه بقى ولا في الشمس دي ولا ما بتلعبش ليه بالوقت العصر وقت المغرب؟ اشمعنى انت بتلعب دلوقتي ولا لقيتهم بيلعبوا فلعبت معاهم؟ بتلعب معاهم؟ انت مبسوط من القعده هنا؟ هو من مصر ولا من انت اول طب ده اتولد هنا بقى؟ ده اتولد هنا. اهلا بيك. ازاي؟ الحمد لله. إيه؟ احمد عصمت لطيف. احمد عصمت، ازيك يا احمد؟ دي العماره بتاعتكم؟ اخبار ايه في اللعب والشقاوه؟ الحمد لله. ساكن فين اصلا؟ انا لا ساكن فين؟ سوهاج. سوهاج؟ يعني انت جاي من سوهاج على هنا؟ شيك هاند يا راجل، ازيك؟ الحمد لله. انت من الصعيد؟ هلو. الحمد لله. كيف حالك؟ عامل ايه؟ والله زمان يا اخي. مبسوط؟ ماشي الحال؟ تمام. وجاي من سوهاج ليه؟ ده سوهاج كلها لعب و... عشان جايين هنا اجازه. والله؟ يعني انتوا ليكوا شقه هنا؟ ها؟ اسمك؟ يوسف. يوسف. مبسوط يا يوسف؟ يا اسيل مشيت وسابتك؟ فين اسيل؟ فوق. يا اسيل اديها لك. ربنا يخليكم لبعض يا حبيبي. انت مبسوط؟ ها؟ جيت هنا بقالك قد ايه؟ النهارده جيت. انت من منين؟ ده يعني ده من سوهاج. سوهاج برضو؟ والله؟ ايه حكاية سوهاج دي؟ رماس. رماس؟ ازاي؟ الحمد لله. انا مبسوط من رماس جدا، عارفين ليه؟ رماس المفروض الاول كانت هتصور معانا، فقالت لا انا هطلع استأذن واجي، فانا مبسوط من رماس. وطبعا اسيل وساره مامتهم واقفه في البلكونه فلازم برضو يستأذنوا منها. والمعلم استأذن من والده وواقف معانا اهو، عم محمد واقف معانا اهو، فلازم يستأذن زياد، لازم يقول لعم محمد براءة. عم محمد انت رحت استأذنتي من ماما عشان تصوري معانا صح؟ طيب قولي لي بقى انت مبسوط منين اصلا؟ سوهاج. سوهاج برضو؟ تعالى تعالى. الله انت اخوات. ازيك يا مصطفى؟ عامل ايه؟ الحمد لله. كويس؟ اول واحد عرفني باسمه قول انا مصطفى. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. كويس؟ انت سبتني ومشيت ليه؟ راح تستأذن؟ راح تستأذن؟ مبسوط يا مصطفى هنا من اللعب؟ مبسوط؟ يا لهوي ما تقول يا عم مبسوط ولا مش مبسوط؟ مبسوط؟
انا مبسوط بكم جدا ومبسوط كمان ان انتوا. قولي عايزه تقولي. انا في مصر من المنظره. بالمنظره من اسكندريه؟ اه بس جيت هنا بعد كده. اه يعني انت بالمنظره من اسكندريه؟ اه تمام. طيب يعني عندنا سوهاج وعندنا المنظره وعندنا مين تاني؟ انت منين يا معلم؟ انت من القاهره برضو؟ بس انا من مصر. من مصر انا. مش قلتي من المنظره؟ اه صح نسيت. من المنظره ولا من مصر؟ من المنظره. من المنظره بعيد قوي يعني من اسكندريه مش كده؟ استاذ مصطفى شكرا 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 شكرا. مع السلامه مع السلامه. يلا شكرا يا شباب.